Alors, salam alaikum khaouti, j'espère que vous allez bien, surtout en bonne santé. Maakoum Amira, ou raakoum sur la chaîne YouTube Learn with Amira. Alors khaouti, toujours mكملين مع les cours تاع l'embryologie. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alors khaouti, راح مر maintenant 3 ou 4 vidéos, je pense que 4 vidéos partagées على les gamètes. علاش وزعتهم هكاك باش شاك فيديو ديروها تقراوها ديروا لها الملخص تاعها باش ما تجيكمش لا فيديو طويله وصعبه بزاف، وتانيت باش نورغانيزيو لي كور تاعنا. دوكا قعدت لنا اخر بارتي من لي غاميت، نكونو كملنا لو غاميت مال اي فيميل في زوج. راح نديرو اليوم خاوتي لا فوليكولوجينيز او التطور الجريبي، تبعوا معايا. بون اللي شاف لا ديرنيير فيديو بيان سور اللي بارطاجيتها، مور ما نكمل لي كور تاع بي ا باذن الله ندير لكم بلاي ليست هكا باش تجيكم الحاله اورغانيزي. وخاوتي بارطاجيو او ماكس، ما بلا ما نوصيكم، على بالي راني مهنيه من هذه الكوتي هكا خاوتي من فضلكم، باش انا تعبيد ان شاء الله يا ربي ربي يلحقوا للناس ويستفادوا منه، وانتوما خاوتي تدوا حسنات معايا. ما تعرفش شنو هي الحسنة اللي تدخلك الجنة، بالك انت الفيديو هذا انا كي نبارطاجيه وانت تبارطاجيه، هاد الحسنات هي تفتح لك بيبان الخير، وربي يفتح لك بيها كاع واش تتمنى، وربي ينجحك ان شاء الله. الو، التطور الجريبي ولا الفوليكولو جيناز، كملنا لا ديرنيير فوا لوفو جيناز، ودوكا راح نحكيو على الفوليكولو جيناز. قلت لكم خوتي باللي البويضه جامي لا تكون وحدها، سافزيغ كوا جامي لا تكون وحدها، سافزيغ دايما سبحان الله داخل المبيض تكون اونتوري كي شغل اون بومباز، شبهتها في الفيديو اللي فاتت قلت لكم شغل تكون اونتوري بون فيست خشينو. اوكي، هما كاع راهم داخل المبيض بيان سور، البويضه ماشي تكون وحده، هما بزاف، انا رسمت برك وحده للتوضيح صح. دوكا حنا البويضه راهي لداخل والنواه تاعها راهي داخلها، علاش كاينه هاد البومبيز ولا هاد اللي نسميوها لو فوليكول؟ هذا سي ان فوليكول بالعربيه جريب. هنا خاوتي سبحان الله، الجريب البويضه كي تكون وحدها في المبيض واش يقدر يصرى لها؟ تقدر خاوتي تتخرب او تتخرب لها المعلومه الوراثيه تاعها، صحيح خوتي، يعني تقدر تفقد الخصوبة تاعها بفقدانها لنواتها أو للمعلومة الوراثية تاعها، صحيح تولي بويضة غير صالحة، تولي ما لو كان تجيها النطفة وتصرى لها الإباضة وكاع وكاع تولي لا تلقح. دونك ربي سبحانه خوتي البويضة أحماها بهذا الجريب بلو فوليكول هذايا اللي يكون أونتوري، صح. دوكا لازم تعرفوا حاجة، أنا فهمتكم المرة اللي فاتت بلي البويضة تجوز لوفو جيناس تاعها، تجوزها وين؟ تجوزها هنايا داخل المبيض، صح. قلت لكم أم بعد تهاجر لترومب دو فالو، علاش هيا تفكروا؟ باسكو تري بيان ترومب دو فالو سي لو لو دو فيكونداسيون، برافو ما شاء الله. الوغ ومن التهاجر لهنا القناة فالوب، باسكو قناة فالوب هي لو ليو دو فيكونداسيون، صح. دوكا البويضة شوفوا معايا، نعاود لكم واش كنت نشرح المرة اللي فاتت. حنا كي حكينا على لوفوجينيز قلنا مرحلة لا ملتيبليكاسيون صرا خطرة في العمر في الحياة الجنينية، اوكي، وتولي وسمها من اوفوغوني. بون لا ملتيبليكاسيون تصرا في الحياة الجنينية ويولي عندنا ان ستوك، يعني مجموعة كبيرة تاع لي زوفوغوني، شحال عدد صبري تاعهم؟ تنين او تنين نون، تخي بيان، دوزيام كروموزوم. قلت لكم لا كرواسمون ولا لا كرواسونس كيف كيف تصرا خطرة في العمر وتصرا في لونفونس، يتحولوا كاع لي زوفوغوني الى دي زوفوسيت اون بلوكي اون بروفاز اون. قلت لكم اون بعدا صاي نحبسوا هنا دوكا المرحلة تاع الماتوراسيون، باسكو هادي عندها علاقة مع واش راح نشرح، فهمتو هادي فهمتو كلش. المرحلة تاع لا ماتوراسيون تسرى من البلوغ فما فوق، سافو دير كوا؟ سافو دير كل شهر راح تجي وحدة من لي زوفوسيت اون
بلوكي اون بروفاج اون صحه هما هاي ديك هنايا التصويره تاعها. تجي وحده من لي زوفو سيت اون بلوكي اون بروفاج اون كل شهر تخرج. بون تبدا دير في المرحله تاع لا ماتوراسيون. كي دير لا ماتوراسيون قلنا بلي دير غير المرحله الاولى الانقسام الاول تاع لا ميوس، هذه شرحتها تري بيان في الفيديو اللي فاتت نورمالمون سايي. دير غير الانقسام الاول وتتحول يعني الى اوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2. ابري هنايا كي تتحول الى اوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 راح تروح للقناة فالوب الى جات البويضه، الى جات النطفه عفوا، وتلاقات مع البويضه تحدو صرات يعني لا فيكونداسيون. هنا راح تتحول الى اوفول تكمل الانقسام الثاني. الى ما جاتش النطفه قلت لكم باللي راح تحبس في هذا لو ستاد اوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 ويتم اطراحها سو فورم دو بيت فولغارمون دي سو فورم دو ريغل. تري بيان شوفوا معايا. Excusez-moi de couper très haut, petit problème de connexion. راح ندير لكم دوكا رسم توضيحي نشرح لكم به واش راح نقرا. الو هنا رانا رسمنا جزء من الجهاز التكاثري الانثوي، هذا سي لوبر. دوك لازم تعرفوا خاوتي الفتاة من البلوغ فما فوق يكون عندها لداخل بويضات بزاف. اوكي سا ديبو 500 ألف 800 ألف مليون كل وحدة والعدد تاعها. المهم يكون عندها عدد كبير تاع البويضات ومن البلوغ أما استاد يكونوا حابسين في هذه البويضات، يعني وش يكون اسمهم ولا أما مرحلة راهم فيها. هيا ركزوا معايا شوية. تري بيان جو سي كو كاين اللي جاوبوها. يكونوا اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاج اون. دوكا من البلوغ فما فوق وش يصرى؟ راح تولي كل شهر وحدة من لي زوفوسيت اون، سمعوا واش راني نشرح، وحدة من لي زوفوسيت اون بلوكي اون بروفاج اون واش راح دير؟ راح تكمل التطور تاعها. نخيلو غير وحدة زعما نخيلو هذه، هذه دارتها هذا الشهر واش دير؟ تكمل التطور تاعها يعني دير الانقسام الاول تاع لا ميوز، يعني تتحول من اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاز اون الى اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو. وغير تتحول الى اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو تخرج وتجي لهنايا لقناة فالوب باش تتسنى النطفة. ديزون كو جات النطفة راح تتحد معاها، كي تتحد معاها راح تتكمل الانقسام الثاني يعني من اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو راح تولي لنا اوفول. الى النطفه ما جاتش اش حيصرا؟ الى النطفه ما جاتش خاوتي راح تو سامبلومون البويضه تقعد في ستاد اوفوسيت اون باردون عفوا تقعد في ستاد اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو ويتم اطراحها خارج الرحم. الشهر اللي موراه نفس الشيء يتم اختيار بويضة داخل المبيض تتحول من داخل المبيض، اسمعوا واش أكدت، داخل لوفر تتحول من اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاز اون الى اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو. غير تتحول تخرج تقعد تسنى كيف كيف هنايا في قناة فالوب. الى جات النطفة راهي تكمل وتولي اوفر، الى ما جاتش تنطرح سو فورم دو اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو. دوكا حبيت نفهمكم حاجه، المده اللي تتحول فيها البويضه داخل الرحم داخل المبيض عفوا، المده اللي تتحول فيها البويضه داخل المبيض من اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاز اون الى اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو
هي 14 يوم. اوكي 14 يوم وهي داخل المبيض باش تتحول من اوفوسيت 1 الى اوفوسيت 2، والمدة من بعدها تخرج، غير تتحول تخرج. على هذه يقولوا بلي البويضة صرا لها الإباضة تاعها في اليوم 14 بالتقريب. أبخي مور ما تجوز 14 يوم تخرج في اليوم 14 وتروح لترومب دو فالو، وكيف كيف في ترومب دو فالو تقعد تسنى 14 يوم واحدة أخرى إلى تلقحت. ساي راح تولي جنين، والجنين هذاك نشوفه بلي راح يهاجر للرحم ويكمل تطور الجنين تاعو في الرحم. إلى ما تلقحتش تسمى ساي يكون في عمرها 28 يوم، باسكو جوزت 14 يوم هنا في المابيض وزادت سنات 14 يوم، يتم إطلاقها. ساي فات وقتها، وتجي من بعد بويضة واحدة أخرى تجوز 14 يوم هنا داخل المابيض، من بعد تتم الإباضة تزيد سنة 14 يوم، تلقحت ساي ما تلقحتش يتم إطلاقها. إلا فهمتوا هذه العبسة اللي شرحتها لكم دوكا، ساي خوتي فهمتوا كلش. دوكا شوفوا معايا واش راح نقول. دوكا حنايا نسحقوا نقراو على 14 يوم الاولين برك، يعني نسحقوا نعرفوا واش يصرا فهذوك ال 14 يوم اللي يصراو داخل لوفير داخل المبيض واللي تحول فيهم لوفوسيت اون بلوكي اون بروفاج اون الى اوفوسيت 2 بلوكي اون بروفاز 2. سليم دي غاميرا ساي نورمال، دير اول انقسام على ميوز وي، بصح لازم كاينه حاجه تعرفوها. فهاد ال 14 يوم اللي يصرا في المبيض تتحول لوفوسيت اون بلوكي اون بروفاز اون الى اوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2، وتصرا لنا حاجه واحده اخرى في نفس الوقت اللي هي الفوليكولوجينيس. يعني نرسمو بويضه، هذه بويضه هذه النواة تاعها، البويضة جامي لا تكون وحدها، دايما تكون مغلفة بجوريب. صح خير. دوكا ديروا في بالكم باللي في 14 يوم هادوما هاد البويضة راهي دوكا اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاس اون، راح تولي اوفوسيت دو بلوكي اون بروفاس دو. بصح هذا الجريب حتى هو راح يتطور في هذا ال 14 يوم ويتحول من جريب ابتدائي الى جريب ناضج. وحنا دوكا ماشي راح نقراو واش يصرا للبويضه، باسكو ساي سهله تكون اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاس اون تولي اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو، تالمون نعاودها بزاف جو سيكو راح تطوها. دوكا حنا راح نقراو الجريب هدايا الغلاف اللي راه مغلفها واش راح يصرالو في هذا ال 14 يوم معاه، وين راهي تصرى هاد المرحلة؟ راهي تصرى داخل المبيض قبل ما نخرجو لقناة فالو. ساي خاوتي هذا واش معناها الفوليكولوجينيس. نبداو نشوفو. الو جبت لكم هاد الشيما، شوفوا ما تشوفوش هذا النقطة اللي راهي بالفيولي، هاد النقطة اللي راهي بالفيولي هي البويضة هي لوفوسيت. نتوما خاوتي اكدوا لي على المساحة هذه اللي راهي دايرة بيها، حتى هي راهي فيولي بصح فيولي كلاغ باسكو هاد المساحة هي الفوليكول. شوفوا كيفاش يكون من الأول، يكون صغير ويكون اسمه فوليكول بريمورديال بدائي، أبخي يكبر شوية يولي اسمه فوليكول بريمير، أبخي يولي فوليكول سكوندار، أبخي يولي فوليكول تيرسيار، أبخي يولي فوليكول دو دو غراف. دو غراف هذا اللي اكتشف الفوليكول سماه على روحه، دونك سماه فوليكول دو غراف. ساي فوليكول دو غراف هذا هو الاكثر تطورا، غير يتحول الفوليكول الى فوليكول دو غراف هنا موراه ثاني راح تصير الاباضه. يعني هذه المراحل منا من فوليكول بريمورديال الى فوليكول دو غراف شحال الوقت تاعها؟ 14 يوم. وش يصرى فيها؟ يصرى فيها تحول الفوليكول من فوليكول بدائي فوليكول بريمورديال الى فوليكول دو دو غراف، و او ميم طون تحول البويضه من اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاز اون الى اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو. يعني هنا راهي اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو. صحيح بعد صرالها الاباضه في اليوم 14. الو نشوفوا الجريبات هذا وشنو هو الفرق بيناتهم ابو بخي.
Alors, قال لك la folliculogenèse est le processus par lequel les follicules ovariennes se développent et mûrissent. معناها هي المراحل اللي يطوروا فيها الجريبات. Voici un aperçu des étapes principales de la folliculogenèse. هاي ليك أهم المراحل اللي راح تصرا في الفولليكولوجينيز. عندنا الأول فورماسيون دي فوليكول بريمورديو. أوكي، حنا هادوك لي فوليكول بريمورديو هادوك اللي شفنا عندهم بزاف ملي يتشكلوا هادوما تشكلوا في الولادة. تسمى هادوما ساي تشكلوا في الولادة، كانوا ديجا راهم كاينين. حنا يهمنا دوكا هاد التطور تاعهم من فوليكول بريمورديال الى فوليكول دو دوغا. صحيح. الو، اول حاجه وقتاش يبدا التطور تاع لي فوليكول؟ ابارتير دو لا بوبرتي. بوبرتي معناها البولو. بوندون لا بوبرتي certains follicules primordiaux sont activés pour entrer dans un processus de maturation. يعني من سن البلوغ فما فوق راح كل فترة سيليكسيوني فوليكول داخل بويضة بيان سور في الشهر باش يكمل التطور تاعو. البويضة تطور وهو يتطور معاها، ومن بعد يخرج القناة فالوب يتم الإلقاح، يقعد في الجسم إلى لا يتم الإلقاح يتم إطراحه. الو دونك قلت لكم فوليكول بريمورديال كانوا كاينين، اول حاجه راح يتحولونا الى دي فوليكول بريمير. كيفاش يتحول الفوليكول بريمورديال الى فوليكول بريمير؟ سي با خاوتي تقدروا تكتبوا واش راني نشرحها. سي با لا مولتيبليكاسيون دي سيلول فوليكولار. معناها هادشي يصرى بتضاعف الخلايا الجريبيه، باسكو هاد البنيه هادي هي خلايا راح تزيد تنقسم وتتضاعف تكبر في الشكل وتتحول من فوليكول بريمورديال الى فوليكول بريمير. دونك لو فوليكول بريمير كيفاش يجينا؟ سي بار لا مولتيبليكاسيون التضاعف ولا لا ديفيزيون سيلولار دي سيلول فوليكولار. صحيح خاوتي؟ تري بيان، نكملو خاوتي. دوكا الفوليكول بريمير راح يتحول الى فوليكول سكوندار. كيف كيف خاوتي؟ سي بار لو ديفلوبمون ولا لا ديفيزيون دي سيلول فوليكولار، راح يزيدوا يضعفوا اكثر هاد الخلايا الجريبيه ويمدوا لنا حجم اكبر. ساي خاوتي، بصح هنايا نولي عندهم اسم بالك سمعتوه ديجا. الخلايا الجريبيه كي يولوا بزاف نوليو نسميوهم لا غرانولوزا. دونك من هنا وجاي يقول لكم بروف غرانولوزا، ما تقعدوش حايرين واش معناها لا غرانولوزا. سي تو سامبلومون هي الخلايا الجريبيه. ساي الخلايا الجريبيه كي تنقسم بزاف. صح. دوكا خاوتي في الفوليكول سكوندير قلنا عندنا لا غرانولوزا هي مجموعه الخلايا الجريبيه، ونقدر نقول بلي تتشكل لنا تاني لا تيك اكسترن اي لا تيك انترن. لا تيك شغل غلافين خارجيين، كاينه لا تيك انترن هي تجي الاولى وتجي فوقها طبقه واحده اخرى واسمها لا تيك اكسترن. تسمى اللي تجي على البرا اكسترن واللي تجي على الداخل انترن. هادوما تاني يتشكلوا لي في مرحله لو فوليكول سكوندير. صحيح. تري بيان. ابخي من فوليكول سكوندير راح يولي عندي فوليكول تيرسيير. تيرسيير هذا واش يصرا فيه خاوتي؟ كيف كيف اوغمونطاسيون دو لا غرانولوزا، يعني الخلايا يزيدوا ينقسموا. راهي عندنا لا تيك اكسترن ولا تيك انترن بصح ما يبانوش مليح هنا باسكو لازم شغل زوم كبير. مي او ميم طون خاوتي راح يتشكلوا لنا هذا لو فوليكول تيرسيير. تقدروا تلقاو بلي البروف ما سماهولكمش، تقولوا لي اميره حنا ما عندناش فوليكول تيرسيير، باغ كونطخ لقينا بلي كتب لنا فوليكول كافيتير. كافيتير جايه من كلمه كافيتي. الفوليكول تيرسيير في الحقيقه لو كان نزوميو فيه راح نلقاو شغل فجوات لداخل، كي شغل كيما نقولوا دي ترو دوايرات معمرين بواحد الما لداخل، هنا ما راهمش يبانو، يكونوا في الفوليكول تيرسيير ويميزوا. دونك الفوليكول تيرسيير إضافة للغرانيولوزا ولا تك اكستر ولا تك اندر نلقاو بلي عنده دي كافيتي. صاي ومن بعد اكو تشوفوا هادو لي كافيتي اللي راني نرسمهم بشكل بسيط، راح يتحدوا ويشكلوا كافيتي كبيرة. هاي هنايا
وهنايا نكون لحقنا إلى الفوليكول دو دو غراف وهو الأكثر تطورا. أوكي، فوليكول دو دو غراف باسكو فيه هاد الكافيتي الكبيرة وهذا هو الأكثر تطورا. سلام دي غاميرا، فيه لا غرانيولوزا، فيه لا غرانيولوزا، فيه تاني باغ اكزومبل لاتيك اكسترن لاتيك انترن، فيه لاتيك اكسترن لاتيك انترن. ودوك نعطيكم ان شيما هايل عليه فيه كلش. الو شوفوا معايا هاد الشيما خاوتي تاع الفوليكولوجينيس. عندنا فوليكول بريمورديال، بريمير، سكوندير، وهذايا كافيتير ولا تيرسيير. هاي الكافيتير هنا في بالك مليح. شوفوا غرانيولوزا تاك معناها الطبقتين الخارجيتين. بعدها وليك الفوليكول دو دو غراف، هذا هو. نشوفوا لي ليجوند باسكو كابابل يطيح لكم في ليكزامون ويقول لكم ليجوندي واش فيه. اول حاجه فيه لي تاك، يعني الطبقتين الخارجيتين تاعو تسميوهم لا تاك اكسترن، هي تجي على برا كاع. تسمى اول فليشه ديروها لبرا سي لا تاك اكسترن، والطبقه اللي جوست موراها هي لا تاك ان. صاي خير، جوست موراهم يجينا غشاء نسميوها لا مومبران دو سلافينسكي. سلافينسكي نسبه اللي اكتشفها. دونك من بعد عندنا لا مومبران دو سلافينسكي، من بعدنا عندنا الخلايا الجريبيه نسميوهم غرانيولوزا. صاي تعرفوها. ومن بعد اخوتي عندنا هاد الكافيتي الكبيره شفناها من قبل، قلت لكم اتحاد كاع لي كافيتي اللي كانوا كاينين نسميوها لونتروم. لونتروم باسكو فيها واحد الماء داخل نسميوه لو ليكيد اونترال. اوكي، هاكا نعطيكم لي ديتاي باش تكونوا تري تري بيان فورمي. وهاد الصغيره وشنو هي؟ هادي سي لوفوسيت، بصح دوكا واش راهي؟ راهي اوفوسيت 2 بلوكي اون ميتافاز 2 باسكو خلاص طور الجوريد وهي كانت تطور معاه. سايي سلم دي غاميرا، وشنو هي الكومولوس اوفوروس؟ هذه الخلايا الجريبية اللي تكون محيطة بالبويضة، كي شغل ما نسميهمش غرانيولوزا، هي خلايا جريبية في الحقيقة، هما غرانيولوزا نورمال صح، ما نسميهمش غرانيولوزا، نسميهم كومولوس اوفوروس، داروا لهم هذا الاسم باسكو تكون محيطة بها. صحيح خاوتي، ونقدروا نلقاو تاني اسم كورونا هادياتا. هي شوفوا هاي ديك البويضة، حنا لو كان نزوميو في هذا الشكل، هاي البويضة سبحان الله خوتي، البويضة يكونوا دايرين عليها الخلايا الجريبية شغل يشكلوا كي شغل راهي لابسة تاج. على هذه قال لك كورونا غادياتا. صحيح سنة دي غاميرا، كومولوس اوفوروس ولا كورونا غادياتا؟ صح، نسهلوها، اللي يكونوا لاصقين فيها شغل دايرين لها تاج نسميوهم طالون، نسميوهم كورونا غادياتا. فوالا خالتي، اللي يكونوا دايرين بيها نسميوهم الكورونا غادياتا على سقين بيها، واللي يكونوا تاني دايرين بيها بصح شويه بعاد عليها نسميوهم الكيمولوس اوفوروس. صحيح خالتي؟ خير. دونك الفوليكولوجينيز نقدروا نلخصوها في هاد الشيما، سي لو دو سي لو ديفلوبمون، سي لو ديفلوبمون دو فوليكول ا بارتير دان فوليكول بريمورديال. On aura un follicule primaire, après un follicule secondaire, après le follicule cavitaire ou la tertiaire. Après, on aura le follicule de De Graaf, les voiles Kamel. Moi, le follicule de De Graaf, je vais faire l'ovulation. Très bien, Khaldi. Ça, c'est un peu de choses. Moi, le cours. البويضه كي يتم اطراحها تنطرح غير وحدها، ما تديش معاها هذاك الفوليكول، سيري ندير تطور كاع هذا بعد ما يخرج. راح نقول لكم وي ماشي راح يخرج الفوليكول، تخرج غير البويضه وحدها. سيري ندير غاميرا، مال علاش كان يتطور؟ كان يتطور باش يغذيها، باسكو لو فوليكول هو اللي يضمن الغذاء للبويضه. وما تنساوش بلي البويضه كانت تبذل طاقه في هذه المرحله، كانت تتحول من اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاز اون الى اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو. دونك هو تاني كان يتطور كان يغذيها. صاي تدي معاها شويه خلايا جريبيه وتخرج. صاي ابخي الفوليكول راح يضمحل ويتلاشى، ونقولوا راح يولي ان كور جون، يولي جسم اصفر. اوكي ابخي خاوتي راح يضمحل كومبليتوم ويولي عباره عن سيكاتريس داخل لوبي. صاي يعني ينتهي. فوالا خاوتي، جيسبر كو لا فيديو
فهمتوا بيها وإن شاء الله تكون عجبتكم. خلوا جيم وكومنتار، شوفوا تعبت وأنا نسجل في هذا الفيديو، نقرا لي ميساج تاعكم ولا لي كومنتار يطلع لي المورال فريمون. ما تنسونيش مصالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.